في البداية أحب أشكركم على اللقاء هذه، وفي البداية أحب إحنا كلجنة أولمبية قطرية نشكر هيئة المتاحف القطرية وعلى رأسهم سعادة الشيخ المياصي بنت حمد رئيسة هيئة متاحف قطر على الفكرة الجميلة والمطورة والمدروسة والشيقة والإعداد الجيد لهذا المعرض، واللي جاء متوافق مع بداية حدث هام وهو الأولمبياد في لندن. حقيقة شفت أشياء كثيرة في المعرض، أشياء أنا ما قد شفتها قبل. مثلا فكرة المعرض أنه بالصور وبالفيديو، والله أنا أقول لهم الحقيقة لا يفوتهم المعرض، والحقيقة شيء جميل. يعني أتمنى الجميع أنه يجي ويستمتع فيها الحقيقة.